الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. بلغنا في سورة الأنعام إلى قوله تعالى: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي إنه لا يفلح الظالم. الكذب خصلة ذميمة عظيمة جدا، وهي من الكبائر، وقد نقول يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. والكذب من صفات المنافقين، ليس من صفات المؤمنين، رضي الله عنك الشريف، أحسن الله عليك. فالكذب كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فأعظم الكذب على الإطلاق الكذب على الله جل وعلا، والكذب على رسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. ولذلك قال الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله الكذبة. يعني ليس أحد أظلم من هذا الذي افترى كذبا على الله جل في علاه، أو قال أوحي إليه ولم يوحي إليه. إنه لا يفلح الظالم. وبين أن أظلم الظلم هو الكذب على الله والكذب على رسوله. ومن أفجر وأعظم ظلما ممن أيضا كذب بالآيات التي جاء بها. قال: من أظلم افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. والآيات عظيمة، آيات باهرة قاهرة، علموا أنها معجزات وأنها من رب الأرض والسماوات، لكنهم جحدوا بها وكفروا وظلموا وأهلكوا أنفسهم وأهلكوا غيرهم وصدوا عن سبيل الله. ولذلك الله تعالى بيّن أنهم يتعنتون حتى في طلب المعجزات، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. ولذلك يبين الله على جحودهم حين قال سبحانه جل في علاه: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فأعظم الكذب والظلم هو رد آيات الله جل وعلا والجحود بها، وهي من أدل الأدلة على وحدانيته وعلى ربوبيته. قال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يعني وهذا أيضا إقامة الحج عليهم بذلك. وانظر كيف كذبوا على أنفسهم وقالوا: قالوا والله ما كنا مشركين. هنا يقول الله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذانهم وقرا. ومنهم من يستمع إليك، ليس استماع انصات وانقياد وإجابة، بل سماع البهائم، كما قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يقول الله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوا في آذانهم وقرا. لما؟ لأنهم زاغوا، والله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولأنهم أيضا أساءوا وقدموا الهوى على الهدى، وطلبوا الغواية لا الهداية. فلذلك لما علم الله منهم ذلك فتح لهم باب الغواية وأغلق عليهم باب الهداية. ولذلك قال الله جل وعلا: ومنهم من يستمع عليك، مع أنهم جميعهم قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. من الوليد قلب الأمر بعدما استمع وعلم الحق، قلبه باطلا، فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. مع أنه هو الذي قال عليه بأننا سمعنا الشعراء والكهان، ليس من الشعر ولا من الكهانة ولا من قول الجن، وقال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله مغدق وإن عليه مثمر. شوف، هذا كل وصف في القرآن، ثم بعد ذلك يقول قول بشر. لذلك الله تعالى
قال سأصليه سقر. ويروا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. شوفوا هنا الله جل وعلا بين ما هم فيه في هذا الباب من طغيانهم وجحودهم، نعم، وعمق كفرهم. ويروا كل آية لا يؤمن بها، أتتهم الآيات تترى متنوعة متتابعة، يعني كما قلت لكم انشق القمر كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا كل آية كذبوا وقالوا اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، فكل آية تأتيهم يقول سحر مستمر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهم في طغيانهم، وكل آية تأتيهم لا يؤمنون بها، كل آية تأتيهم لا يؤمنون بها جحودا وجحدوا بها واستقالتها أنفسهم ظلما وعلوا، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. مهما رأوا من الآيات العظيمة التي هي من الآيات الظاهرة على صدق نبوته كانشقاق القمر ونزول المطر، كأن السلام كان ما دعا إلا والماء حاضر بين يحيه، وتكثير الطعام، وأيضا هذه المعجزات من تسبيح الطعام، أيضا الحجر الذي كان يسلم عليه ومع ذلك لا يؤمنون به يجحدون، وهذه المعجزات العظيمة هم يجحدون وقالوا بأن القرآن خرافات وأساطير الأولين. ولك أن تفهم من هذا الوصف وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. كفروا أصالة وطبع الله على قلوبهم، وعلم الله جل وعلا أنهم ليسوا محلا قابلا للدين وللهدى، فجعلهم أتباع كل ناعق ولم يجعلهم إلا محلا قابلا للغواية والانحراف والحيدة. قال تعالى وهم ينهون عنهم وينهون عنهم ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء المشركون من حماقتهم ومن غبائهم صنعوا دعاية كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقفون على سكك مكة ويقولون لا تذهبوا لا تسمعوا لهذا الرجل إنه يفرق بين المرء وابنه وأخيه وأمه، وأيضا يعني تعالت أصواتهم على القرآن قالوا بأنه أساطير الأولين، وأيضا يعلمه بشر كما قال الله تعالى لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وأيضا طلبوا من الناس ألا يستمعوا لهذا الكتاب لأنهم علموا أن له حلاوة وأن به الهداية وأن الله يمكن في الإيمان في القلوب بهذا القرآن، فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هنا ولو تراهم هم على أفوهات جهنم وأنهم يقفون يعلمون ماذا سيحدث، ونظر النار تأجج فقالوا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وعلم أنهم كذبوا بآيات الله جحودا منهم وأنها كانت الحق، لكن عندما رأوا التأويل الحق ونظروا إلى النار أرادوا الرجوع، وهنا كلمة قد قضاها الله جل في علاه أن مات لا يرجع إلى الدنيا، لا سيما هم في عرصة يوم القيامة سيفصل الله بينهم فصلا تاما. وهذا ندم، وهل الندم هنا ينفعهم؟ وهل هذا الندم ينفعهم؟ الندم الذي ينفع عند عدم المكاشفة، أما الغيب صار شهادة بالنسبة لهم ويكلمهم الله جل في علاه فلا ينفعهم هذا الندم. قال في هذا اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق الحميم ولو أن لا كرة فنكون من المؤمنين، أن له ذلك ولن يكون. وفصل الله تعالى وجحدوا بها واستقالتها أنفسهم ظلما وعلوا وهم ينهون عنه ينأون عنه يهلكون إلى أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى ذوق فعل النار فقالوا يا ليتنا نرد ونكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه إنهم لكاذبون، أي بل ظهر لهم من فنون العذاب ما لم يكن بالحسبان. ولهذا يعني رأوا
رأوا هلكة ليست بعدها هلكة، تقريعا وتوبيخا وإذلالا ومهانة، ثم العذاب والنكال الذي لا يعلم بعظمه إلا الله جل في علاه. ذلك ارتجفت قلوبهم واهتزت أركانهم، فقالوا ربنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ورردوا لعادوا لما نهى عنه أنهم لكذبون. أيضا لو رجعوا وتناسوا بعض الشيء فإنهم سيكونون على نفس الجحود وعلى نفس الكفران وعلى نفس الفجور والعصيان. هؤلاء درجوا على ذلك، هؤلاء آثروا الدنيا على الآخرة، لكن لما كانوا في محل من الآخرة يعني قد اصطدموا بأمر ما كانوا يمكن أن يتصوروه بحال من الأحوال. لذلك بادروا بأن قالوا ربنا يا ليتنا نرد يعني إلى الدنيا ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه وأنهم كاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يعني الكفار الفجار هم ما كانوا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب والجزاء والثواب والعقاب. هم قالوا ما هي إلا الحياة الدنيا، وليس هناك بعث ولا حساب ولا جزاء ولا عقاب ولا عودة للحياة بعد الموت. ينتهي العظام، تصير رفاتا وانتهى الأمر، هي المدة التي يعيشها هي هذه المدة. والحق أن هذا قطح حتى في حكمة الله جل وعلا وفي وصف الله ليس بالكمال، لأنه لابد من المحاسبة ولابد أن كل ذي حق يعني يؤتاه الحق. وقالوا إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحن كقطة. الدهريين أنكروا البعث والنشور، وأغلبهم ينكر البعث والنشور، والله جل وعلا يبين أنه لا يمكن إلا البعث والنشور، لأنه قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والجميع سيقف عن هذا الجبار، والله تعالى ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، والرجل يقول إيه رب إيه رب، فأنزل منه فلاجد إلا ما قدم أنزل أشب منه فلانذر إلا إلى النار، فيحسب أنه من أهل النار، فيقول الله تعالى عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك أجل. أما أهل الكفران فما فيه إلا التقريع والتوبيخ والاستهزاء. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى ربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني لو طرح لهم حين يقفون للحساب أمام الجبار، كما يقف العبد الجاني أمام سيده لأليم العقاب، فلا أشفقت على حالهم ولا رق قلبك لهم، إنهم في موقف لا يحسدون عليه. يعني يستحضرون التعدي والتجاوز والجحود والنكران والكفران أمام يد ربنا الرحمن، لكنه عليهم جبار. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم كما قلنا ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الحق وتأويل ذلك ورجعتم إلى ربكم وأنتم تمثلون بين يديه، وهو الآن سائلكم على ما تفعلون، ثم نهايتكم إلى نار جهنم، ولأنه مستوجب النار للكفر والفجور والعصيان. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهنا الحسرة والندامة لا تفيد الإنسان، كلما كان المرء متعجلا في الحسرة والندامة والتوبة والأوبة سرعة الفيئة، كلما كان موفقا مسددا، وكلما أخر وسوف علم المرء أنه إن الله يطرده من بابه. ولذلك إنه يقول بالإجماع تأخير التوبة ذنب لا بد من التوبة منه، بالإجماع تأخير التوبة أو بأنه تأخير التوبة وتسويف التوبة معصية يحتاج منها المرء إلى توبة. وكل هذا الخسران بسبب الكفران الذي هم فيه. قال الله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا حيا حسرتنا على ما فرطنا فيهم يحملون أوزرهم على ظهورهم. يبين الله جل وعلا أن الكفر والعتو والجحود أنهم كفروا وجحدوا بلقاء الله جل وعلا. قال حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا حسرتنا على ما فرطنا فيها هم يحملون أوزرهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله،
وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر، وتنطعوا وتجروا على آيات ربهم جل في علاه، وذهبوا معارضين وأخذ العظام فركها وقال أتقول أن الله يحيي هذه العظام بعدما صارت هكذا؟ فأنزل الله جل في علاه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال ما يحيي العظام يا رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة يوم القيامة ما يأتي إلا بغتة فجأة، وليختبر الله به العباد. ولذلك قال يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر من يخشاها. يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فإن جاءت بغتة كيف ينتفع بها المرء؟ كيف يتوب؟ كيف يؤوب إلى ربه جل في علاه؟ كيف يستعد للموت؟ الهلاك في هذا. ولذلك من عاش على شيء مات عليه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي حقا لقد خسر هؤلاء الذين كذبوا بالبعث والنشور وما يتبعه بعد ذلك من ثواب أو عقاب، حتى إذا جاءتهم القيامة فجأة وهي لا تأتي إلا فجأة لأنه لا يعلم ساعة القيامة إلا الله جل وعلا. وهنا يندمون ندما عظيما ويحترقون وتفتت أكبادهم، لكن حين لا ينفعهم الندم. ولذلك على المرء أن يسعى في تحصيل الإيمان والعمل الصالح، نعم يتنامى عنده ويتزايد، لأن الله إذا أحب عبدا عسله وفقه العمل خير ثم قبضه عليه. قال الله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يحملون، يعني يحملون أثقال ذنوبهم وظهورهم، وهذا إذا تحملوه لا يستطيعون النجاة، ويوضع من سيئات من صدوهم عن سبيل الله جل وعلا في ميزانهم، لأنه كما أن الدال على خير كفاعلي فالدال على الشر كفاعلي. وحقيقة الدنيا التي لا تساوي شيئا أراد الله أن يجليها لنا، قال وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون، أي هذه الدنيا ليس فيها ثمة شيء فيها من ندرة ومتعة ورفعة، ما هذا إلا بالباطل والغرور. بهرج الدنيا يظهر للمتزاهد العالم الذي يعيش في الدنيا لله، وإن أراد الموت لله. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون، هذه الدنيا بما فيها من ندرة ومتعة، وإن الدنيا حلوة خاضرة حلوة والله مستخلف فيها فناظر كيف تعملون. وما فيها إلا الباطل إلا الغرور وإلا البهرج الزائف، وهي كلاعب الأطفال يتلهى بها وقتا ثم يملها ويتركها، لا سيما أن الدنيا ضرب الله لها مثلا عظيما تنفيرا منها وتزهيدا فيها في قوله جل في علا واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح والله وكان الله على شيء مقتدرا. وقد قال الدنيا ملعونة ما لهم فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وضرب مثلا عظيما بأبي وأمي قال ما له الدنيا كراكب قال تحت ذي الشجرة ثم تركها وراح. لذا فالآخرة خير وأبقى، والآخرة أعظم للإنسان، فيها النعيم الأبدي السرمدي، فيها جوار رب العالمين سبحانه وجل في علاه، فيها رؤية الأفاضل ولم يكن في كل الأوقات لكنها في السوق المزيد، يلتقي كل مؤمن مع المؤمنين. إذن الله تعالى يقول اتركوا الدنيا ازهدوا فيها واجعلوا همكم الآخرة. لذلك كما قلت كثيرا بأنه أوحي للدنيا أن من خدمني فاخدمي، وأن من خدمك فاستخدمي، والدنيا هلاكة، وإذا دخلت في قلب العبد أمرضته. والدنيا والآخرة ضرتان، إذا علا بضرة فإن الأخرى لابد أن تصاب. قال تعالى وقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه مسألة عظيمة جدا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه الأمر من الإذاء الذي وقع عليه من الاتهامات الباطلة والزور، وكانوا يتهمونه بالكذب وهم الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. وهذه ترويجات اليهود وعدم احترام وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم كفر،
الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء به كفر مستقل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه جدا بعدما لقبوه صادق الأمين أن يقولوا أن يقولوا ساحر ومجنون ويكذبونه، شق على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جدا. فالله تعالى شوفنا تسلية رقيقة لطيفة، قال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. وفيها هنا أن الحر يأبى على أن يوسم بمثل هذه الصفات، أن يكون كاذبا أو مدلسا أو غير ذلك. الحر النبيل ويكون نبيلا في كل أحواله، لذلك كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم هو ساحر، وهم يعلمون مخرجه ومدخله ويعلمون صدقه. لذلك قال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فلا تخش شيئا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو في الحقيقة أنهم الكفرين والطغيانين كانوا يكذبون بآيات الله ويكذبون برسل الله. روي أن الأخنس بن شريق مر بجهل العين في أحد طرقات مكة فقال له يا أبا الحكم ليس هنا غيري وغيرك، أنشدك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟ قال أبو جهل والله أعلم بأنه صادق وما كذب قد. قال فلما تكذبونه ولا تتبعونه؟ قال أبو جهل ويحك لقد تنازعنا نحن وبني هاشم في الزعامة فأطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وأجاروا فأجرنا حتى كنا كفرسي رهان. ثم لما بعث الله محمدا افتخروا علينا به فقالوا بعث فينا نبي فمن أين نأتي بنبي. حسد على قوم الآخرين، حقد وحسد، هذه مكمن الكفر هنا. حتى إبليس لعنه الله تسبب في اللعن والطرد بسبب الحسد. قال الله تعالى شو مسليا نبيه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صادق، وهو صادق ومصدق عند ربه جل وعلا، وصادق عند أبرار البشر خيرة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر جحود وعناد، وإلا فالآيات تأتي لأنذركم به ومن بلغ وأكثرهم يقرأ القرآن. وأيضا آيات الله جل وعلا في الكون، عندما يرى الكون مراميه الشاسعة وانظر إلى ما خلق الله في الجبال والبحار والأنهار والأشجار والثمار وأيضا فجاج الأرض، وانظر إلى السماء السقف المحفوظ، وانظر فيما فيها يتلألأ نورا ويشع نورا والشمس تشع النور مع الدفء. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكفرهم كفر جحود وعناد، لا كفر جهالة بالرسالة، بل بلغتهم الرسالة، بل بلغهم البيان، يعني بلغهم القرآن وبلغهم أيضا البيان عن النبي العدنان. ومع ذلك ما ازدادوا إلا كفرا، وما ازدادوا إلا جحودا، وما ازدادوا إلا عصيانا. قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولم يبدل كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هنا تسلية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه على خطى الأولين يسير، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، والمسألة ليست انفرادا. قال كذبت الرسل من قبلك كعيسى عليه السلام، ليس تكذيبا، ده تكذيبا واتهاما وتنقيصا، ثم المؤامرة من أجل القتل. موسى أيضا نعم، وقد لاقى ملاقى من العناء الشديد مع اليهود ومع ذلك صبر. إبراهيم عليه السلام صبر ووفى لله جل في علاه في غير ما موضع. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولم يبدل كلمة الله. لما جاء الخالد بن الرت قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، أما ترى ما نحن فيه حتى جلده تساقط يعني على النار، وسلسل سعد بن أبي وقاص، والعذاب كان مستشري في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا واصبروا، إنه من كان قبلكم كانت تحفر له الحفرة فيوضع فيها فينشر بالمناشير ولا يرد ذلك عن دينه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولم يبدل كلمات الله. فوعد الله آت، وما أمر الله به لابد أن يكون، وقدر الله والأجال المضروبة
هي إلى ما أجلها الله جل وعلا، والكل ساق بين يدي الله جل وعلا، ويسأل الله عن مخرجه ومدخله، عن الصغير والكبير، عن الدقيق والجليل، ويسأل الله أسألهم الله جل وعلا عن التكذيب والتكفير والجحود والعناد، كل ذلك مسؤول عنه تقريعا وتوبيخا وليس إقرارا وليس استعتابا، بل هو التقريع والتوبيخ وإظهار أنهم من أسوأ وأخس الخلق الذين ردوا رسالات الله جل وعلا وتسقطون في نار جهنم. لكن هنا وقد كذبت الرسل من قبلك فصبروا، يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقد قال له صريحا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالأنبياء قبله قد ابتلوا بالسخرية وبالاستهزاء وبالتكذيب وأيضا بالتخطيط للقتل. نوح عليه السلام كانوا يمرون عليه وهو يأتمر بأمر الله ويصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من الجميع يسخرون منه، فقد نال الأنبياء بلاء عظيم جدا كما وصف النبي العدنان أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثال يبتلى المرء على قدر دينه. وأما الأنبياء لأنهم لا رفعة في مكانتهم عند ربهم لا رفعة لهم، والأنبياء يحب الله أن يرى منهم صدق العرض، صدق العبودية لنصرة الدين وللعمل لنشر دعوة رب العالمين وتعبيد العباد لرب العباد. هذه أفضل ما يكون قربة من العبد لرب جل وعلا. فخير الناس على الإطلاق هم الوسط بين رب الناس وبين الناس. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني لابد أن تصبر. ولذلك قال الله في آية أخرى فاصبر إن العاقبة للمتقين ولا مبدل لكلمات الله، ما في تبديل، والله على ما أمر به سيكون وما قضاه سيكون سبحانه جل في علاه. أما بالنسبة للأمر الشرعي فلا يستطيعون تبديله ولا يستطيعون تحريفه، لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالأسنة والرباح تنتظر أمثال هؤلاء، والذين خلقهم الله له هم الذين يعيشون لنصر دينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي تعظم الأمر عليك يا محمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتصور بعدما لقبوه بالصادق الأمين بعدما رجعوا إليه في الاختلافات تكون هذه العداوة الضارية، يكون هذا الاتهامات بالكذب والزور والبهتان. قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي الأمر تعاظم عليك وأنت لا تستطيع أن تتصور أنهم يتهمونك بعدما لقبوك بالصادق الأمين يتهمونك بهذا الاتهام. وإعراض هؤلاء المشركين يعني إن استطاعوا أن يأتوا بمنفذ من الأرض لم يخلقوا الله للتوحيد فليجلسوا فيه. إن الأرض والبحر والنهر والبئر والشجرة وكل شيء يغرد توحيده. نحن أنقص الناس قربة وعبادة، فأقول لو نظرت إلى عبادة الكون بأسره يحتقر المرء نفسه كيف لم يصل إلى ما يصب إليه من عبادة الله الحق، تحقيق التوحيد الكامل حتى يكون النجاح والنية بالثواب 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أيوة إن عظم وتعاظم عليك الأمر يا محمد إعراض المشركين عنك، وإن قدرت أن تطلب منفذا وسكان في الأرض أو تطلب سلما تصعد به نحو السماء فتأتيهم بما طلبوا من الآيات والمعجزات المقصود منها هذا، يعني إن استطعت أن تطلب منفذا ومسكنا في الأرض أو تطلب سلما تصعد به في السماء فتأتيهم بالآية التي يريدون، فإنهم طلبوا المعجزات، لو كان الأمر بيدك لأتيت به. ولذلك هو قال ما يكون لي أن أبدله إلا من تقاء نفسه إلا بإذن الله، لا ما يستطيع، لأن الله هو الذي أرسله. فهنا أيضا في هذا الباب ما يستطيع أن يصنع سلما إلى السماء، ما يستطيع أن يعني يتخذ نفقا فيدخل فيه حتى يأتيهم بالآية، هو يعلم أنه لا يتحرك إلا بالله جل وعلا. والحق أنه لابد الإنسان أن يعلم بأنه عندما يصب عليه البلاء صبا فهو قريب من الله جل وعلا. قيل لمالك قال مالك من لم يبتلى فلا يشك في إيمانه. الحديث وكان في ضعف أنهم أتوا له بامرأة قالت لم قالت عائشة وقال غيرها لم تشتكي قط، قال لا خير فيه ما أريده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب المرء من هم ولا غم ولا نصب ولا عصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر له.
إلا كانت كفارة. كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلاما في السماء فتأتيهم بآية. وأيضا لن يؤمنوا عليها، يعني لو لن يؤمنوا عليها لو جمعت كل الآيات التي نزلت على موسى، عيسى، على صالح، على شعيب، على إبراهيم، على نوح، ائت بها سترى أنه تحتاج إلى ملء الفراغات أيضا في هذا الباب. كل هؤلاء مع الأنبياء الله جل وعلا قد ابتلاهم بلاء عظيما من أقوامهم. موسى عليه السلام صبر صبرا عظيما على اليهود، ومع ذلك بعد إنقاذهم، بعدما قالوا له إننا مدركون، قام موسى يقول، شوف البلاء الذي فيه موسى أولا الآن، والنبي اطلع على كل هذه البلاءات والله أطلعه على كل ذلك لتهيئة النفس للصبر على البلاء حتى بعد ذلك الثمرة تكون أعزب ما تكون. فموسى عليه السلام بعدما الله جل وعلا وفى له وكان قد أمره أن يشق البحر، فضرب البحر بالعصا فكان كل فرقة التوض العظيم وأنجاهم الله جل وعلا. بعد النجاة، بعد أن يشوف البلاء العظيم الذي يقع على موسى، بعد النجاة قالوا له جعلنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء باطل ما هم فيه، ويدعون بطلان ويخرم عندهم التوحيد، يدعون أندادا من دون الله جل وعلا. قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لذلك النبي لما سمع الصحابة وهم حديث عهد بكفر يقولون جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلت مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعيسى عليه السلام البلاء العظيم في عيسى عليه السلام أنهم ما اكتفوا بأنهم كفروا به وجحدوا برسالته، بل اتفقت كلمتهم على قتله وصلبه وإهانته حتى أنقذه الله جل وعلا. نوح كيف كان البلاء 1000 سنة يبتلى، وكلما مر عليه البلاء من قومه سخروا منه، كان يسخر منهم كما يسخرون. إبراهيم وطال إبراهيم وبلاءات إبراهيم المتتالية، فهذا ما قصه الله على النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له وليصبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن العاقبة له. قال الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، أي لو شاء الله تعالى جمع قلوبهم على قلب رجل واحد بالإيمان ولكن لم يفعلوا الخروج عن الحكمة، فلا تكونن من الجاهلين بدقائق شؤون الأمر، فاعلم أن الله تعالى حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه. إن الله بيّن لك أنك تسير على خطى الأنبياء، قد ابطلوا والبلاءات نزلت عليهم تطرى، واتفقت البلاءات بالعظم، وكان أيضا عظم الصبر عندهم له النتيجة العظمى، وأنت لست بدعا من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كن على هذه الهيئة، واعلم أن الله ناصرك لا محالة. وقال له لو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني جعل الجميع على قلب رجل واحد، ولكن كيف سأحسبهم؟ والله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده، ولذلك المشيئة الكونية، قال لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، يعلم أن الأمر بيد الله جل وعلا، لكن لابد أن تفهم جيدا، وإن كان الأمر بيد الله، وأن الله جل وعلا لو أراد شيئا هيا له أسبابه، فإن الله من حكمته ألا يرد الأرواح التي قبضت بحال من الأحوال، تبقى على البعث والنشور، ثم المثول بين يدي الجبار، فما أمر به الرب جل وعلا لابد أن يكون، ولذلك هناك مساحة عظيمة جدا للشفاعة تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، أيضا كرامة له لصبره العظيم على البلاءات من أجل أن يبلغ الرسالات، وقد بلغ الرسالات، ولما دخل الناس في دين الله أفواجا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أراد ثبت أنه قد أدى الأمانة عندما كانوا في حجة الوداع، طبعا الله تعالى أعطاه الإشارة على دنو الأجل إذا دخل الناس في دين الله أفواجا، بعد زور الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا، ولما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وآخر حجة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في النساء فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، لكنه قال هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد. وهذه الآيات قارعة صراحة، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني اصنع ما صنعوا واصبر كما صبر، وقال له تصريحا في الآية الأخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قال حتى أتاهم نصرنا، وهذه أيضا فيها أمران، الأمر الأول أن تجرع الغصص وتحمل المشقة في الصبر يعقبه النصر، فالنصر مع الصبر، قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقد جاء ما يمكن أن تتسلى به وتقف ويعني تحرص على ما أنت فيه من هذه النعمة الكبيرة، أنت واسطة بين رب الناس والناس. وإن كان كبر عليك أعراضهم والأمر شاق، لأنهم يحرفون الكلام عن مواضع، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلاما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله ولا جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لذلك قال الله تعالى: لا يكون عليك اعتراض، وإعراضهم لا يؤثر فيك، بل يزداد تزداد صبرا ونفاذا. وكلما ازددت صبرا كلما عليت درجة، علوت درجة. واعلم أن الله جل فعلا لو شاء أن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد بالإيمان لفعل، ولما لم يفعل؟ لأن الحكمة تقتضي ذلك. هناك من يكون أهلا لأن يحمل هذا الخير، وهناك من لا يكون أهلا بحال الأحوال إلى أن يمر عليه هذا الخير، وهؤلاء كثير، هؤلاء كثر. ولذلك قال الله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله جل في علاه أرحم الأمة بالأمة، بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. ولذلك كان يعاود ويعاود ويريد منهم يعني الإسلام، ويخشى عليهم ويقول: أنا النذير العريان. ولا صباحا مساء لا نهار يدعوهم إلى الله جل في علاه، حتى أنه يعني قد أعلوا في معيار الجحود والنكران والكفران والعصيان، وحتى اشتد عذابهم لأصحابه، وهذا يعني كان قد أثر في النبي تأثيرا بالغا. ولكن بعد النصر ينسى المرء ما حدث له. قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما أسلوب حصر وقصر، إنما أسلوب حصر وقصر. ففي قولي: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، أي لا يستجيب لدعواتك يا محمد هؤلاء الأشقياء، هؤلاء الفجار الكفار الذين يستهزئون بالإسلام ويستهزئون بأهل الإسلام. إنما يستجيب لهذه الدعوة، هذه الدعوة المباركة، الدعوة الربانية، الذين يسمعون كلام الله ويعقلونه. فيستجيب لدعوة الأنبياء هم الذين يسمعون بقلوبهم. والسمع هنا المقصود به سمع الإجابة، لا سمع الأعراض. نعم. فهؤلاء الكفر الفجر لا يسمعون تدبرا، ولا يسمعون إجابة، بل يسمعون استهزاء وسخرية. لذلك جعل الله الأغلاف والأقفال والختم على قلوبهم، لا يعقلون شيئا. قال: والموتى، الموتى هنا ما يقصد ذلك أنهم الموتى في القبور، لا، الكفر الفجر ماتت قلوبهم فصاروا أخص من الموتى، لأنهم لا يعقلون كالدواب، يسمعون ولا يفهمون ولا يعقلون. والسماع الممدوح هو السماع الذي يعقبه التدبر، التفكر، ثم ذلك يجيب انقيادا وانصياعا وعبادة لله جل في علاه. وفي قولي: إنما سيب الذين يسمعون الموتى بعثم الله ثم لا يرجعون، هذا مثل ضرب لأهل الإيمان أهل الكفر. نقف عند هذا. قال قتادة: هذا مثل للمؤمن والكافر. فالمؤمن يسمع كلام الله فينتفع به ويعقله. وهنا الكفار شبههم الله جل في علاه بالأموات لموت قلوبهم، لأنهم لا يعقلون، لا يفهمون، لا يسمعون سمع إجابة، لا يبصرون بصرا ينفعهم بأن يعلموا الفرق بين الآية والمعجزة والكرامة وغير ذلك. فسمع الفهم ليس عندهم، ورؤية الحق ليست عندهم، والمسألة دائرة على أن يعني أن تعلم يقينا أن الله تعالى عندما قال: إنما يستجيب الذين يسمعون، أن أصحاب القلوب الصافية النقية هم الذين يستجيبون للنداء. وهذه إنما أسلوب حصر وقصر. ولذلك الكفر الذين يسمعون فقط مرورا للألفاظ دون الاعتقاد والوقوف مع الإيمان، هؤلاء لا ينتفعون لا بالسماع، بل يزدادون هما على همين وغما على غمين وكفرا على كفرين. ولزدنا كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا. قال: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قلنا: حيثما وجدت في الآية شيئا معينا فاعتقد أمرا معينا، ما هو؟ قال: لولا نزل عليه آية من ربه. طبعا هذه الآيات طلبوها تعنتا، ما طلبوها إيمانا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لربي أن يقلب الصفا ذهبا، وأرادوا ذلك. قال: أفعل
ولكن إن كفروا أعذبهم عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فأبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون آية، يريدون معجزة من المعجزات. قال الوثنيون من كفار قريش الذين بلغ بهم الضلال والخسة والبجاح، حيث لم يقنعوا بما شاهدوا من المعجزات خير أنام محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل نزل الله على محمد يعني من الآيات البهرة كالناقة والعصا والمائدة الخوارق المرجئة يعني ذلك، وكان هذا منهم على سبيل التعنت، ولأن الله قادر على أن يعطيكم ما اقترحتم لكنكم جهلة تتقاعصون ولا تقبلون وتدبرون، وهذا يضر بكم عند ربكم جل في علا، يرد ضررا بالغا بكم عند ربكم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وقد نزل الله تعالى الآيات، القمر هذه آية من الآيات، المطر آية من الآيات. لما ذهب أبو سفيان وكان النبي دعا عليهم، شوف هنا الجحود والنكران ومعاداة الإسلام ماذا يحدث، وهذا تحتاج فقط إلى اليقين في الله جل في علا. لما اشتد الأمر والكرب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ولولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يؤمنون، فإنهم يجحدون ويستهزئون ويبطلون الكفر دون الإيمان. ولذلك قال الله تعالى قال أنهم قالوا لنا لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. قالوا أو يكون لك بيت مزخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. انظر إلى التعنت الشديد، ما أرادوا إيمانا، معناه أقر الرجل قال نعلم والله إنه لصادق وإنه لنبي، إذا أنجب نفسك يا رجل، لا هو أصلا سيد من سادات الناس فلا يستطيع أن يتراجع، وهذا اختبار من الله جل في علاه. من رام الحق وصل إليه، من طلب الحق بلغه، من طلب الحق بلغه. اليهود لم تطلب حقا، لذلك تراهم يفسدون أكثر مما يصلحون. الكذب على الله أو الكذب على رسوله سبيل لأعظم الخسران. من شغلته دنياه عن على آخرته عن آخرته فهو المفتون المأفون الغر الذي لا يرتقي بعد ذلك عند ربه منزلة. السعيد من وعظ بغيره. أصل السعادة الإيمان بالبعث والنشور. أصل السعادة الإيمان بالبعث والنشور، لأن البعث والنشور وازع في القلب إلى هيجان النفس، إلى السرعة في التوبة والفيئة وحسن العمل، لأنه يعلم أنه لابد أن يعد للسؤال جوابا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.